لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا يا بنات للتخسيس، تخسيس منطقة البطن والأرداف بدهان وكريم جميل جدا. هنعمله دلوقتي مع بعض، مكوناته بسيطة مش هيكلفنا حاجة خالص، بيسيح الدهون والشحوم اللي بتبقى موجودة في البطن. من الوصفات اللي بتجيب نتيجة فعالة ان شاء الله. يلا بينا هنقول ايه المكونات اللي انا هستخدمها معايا في الوصفة بتاعتي. كل اللي انا هحتاج معلقتين من النعناع، النعناع الاخضر العادي اللي احنا بنستخدمه، بس عايزاكي تنشفيه، يعني تحطيه في الشمس ينشف وبعد كده هنطحنه عشان يبقى معايا بالشكل ده. يعني انا طحنته واتنعميه كويس جدا عشان لما هنعمله هيبقى كريم. دلوقتي هقولك هتستخدميه ككريم ازاي. هنطحنه كويس جدا ونحطه في الشمس لحد ما ينشف وبعد كده هنطحنه بالشكل ده. طيب انا هحتاج معايا برضو هنا ايه، هحتاج معلقة كبيرة من الفازلين. الفازلين طبعا لازم يكون فازلين طبي يا بنات اهوت. طيب يلا نعمل الوصفة ونقول هنستخدمها ازاي. هنجيب الطبق بتاعنا ده كده، هنحط فيه معلقتين النعناع اللي انا طحنتهم بالشكل ده، وهبدأ اضيف عليهم معلقة كبيرة من الفازلين او معلقتين صغنانين اهو زي ما انت شايفة كده. هبدأ اضيف عليه الفازلين وهبدأ اقلبه. هنبدأ نقلب بقى الفازلين مع بعض دلوقتي، نقلبه بالنعناع بالشكل ده لحد ما يبقى معايا قوام كريمي النعناع بالفازلين. الوصفة دي رائعة جدا يا بنات وبتجيب نتيجة فعالة في تخسيس البطن ومنطقة الكرش. ولو برضو عايزة تخسيس الأرداف هتجيب معاك نتيجة ممتازة ان شاء الله. اهم حاجة نقلبها كويس بس عشان ايه. ده الكريم بعد ما انا قلبته كويس جدا. طبعا اهو انا وقفت الفيديو بس عشان وقت الفيديو. بقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، قوام كريمي خالص زي ما انتوا شايفين اهوت. طيب انا هستخدم الكريم بتاعي ده ازاي بقى يا بنات؟ طبعا هنغسل المنطقه اللي احنا عند منطقه البطن، هنغسلها كويس بالميه الدافيه. وهتجيبي فوطه، طريقه استخدامه بقى، هنجيب فوطه نحطها في ميه دافيه. بعد ما تحطي الفوطه في ميه دافيه، يعني ميه تكون تتحمل جسمك يتحملها، لو قدرتي تسخنيها اكتر سخنيها. حطي الفوطه على بطنك، بعد ما تحطيها على بطنك سيبيها لحد ما تبرد خالص، يعني حوالي ربع ساعة. بعد كده هتشيل الفوطة، تنشفي بطنك كويس جدا، وهتفردي الكريم ده على بطنك وهتلفي بطنك بالبلاستيك بتاع الاكل. هتسيبيها من 3 لـ4 ساعات ان شاء الله بإذن الله هيسيح الدهون ويذيب الدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن. دي كانت وصفة النهاردة يا حبايبي، استمر عليها 4 اسابيع هتجيب معاكي نتيجة فعالة بإذن الله. يعني مش عايزة ناس تعمل الوصفة وتقول ما جابتش نتيجة من اول 2 3 أيام، لا، حاولي تستمري على الوصفة. الوصفات الطبيعية يا بنات بتكون امنة بس بتغيب على ما بتجيب مفعول. يعني مش تعملي الوصفة اسبوع وتقولي ما جابتش نتيجة، استمري على الوصفة 4 اسابيع وبعدين بيقولي جابت ولا ما جابتش نتيجة. حبيب قلبي اتمنى تكون الفيديو النهاردة عجبكم والوصفة تكون ان شاء الله فعالة معاكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايكات كتير وتشجعوني وشيروا الفيديو على الواتساب وفيسبوك جوجل بلس، واستنوني في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.